أصبح جاهزا معنا مدير منتدى الشرق الأوسط المحامي نبيل الحلبي. أستاذ نبيل، يا مرحبا بكم معنا في استديو التاسعة. مرحبا بكم، يا هلا، مساء الخير. أستاذ نبيل، محطة انتخابية لبنانية جديدة، انتخابات برلمانية بعد غد الأحد، كيف تنظرون إلى هذا الاستحقاق الانتخابي؟ يعني طبعا هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي بعد أحداث عديدة يعني حصلت في لبنان على مدار العامين الماضيين. أبرز هذه الأحداث هي ثورة 17 تشرين ضد منظومة الفساد والميليشيات في لبنان. بالتالي هذه الانتخابات يجب على الأقل بشكل أو بآخر أن تعكس يعني واقع تغييري ضد منظومة أحزاب السلطة وتيارات السلطة. هذا رهان غالبية اللبنانيين، ولو كان هناك بعض الاستثناءات، بعض مناصري الأحزاب وتيارات السلطة لازالوا في مواقعهم، ولكن هناك يعني بصيص أمل من أن يكون هناك تغييرا في مناطق عديدة بالنسبة للتركيبة السياسية وإعادة إنتاج سلطة جديدة في لبنان. هناك أستاذ نبيل من يقول لن يحصل أي تغيير وفق القانون الانتخابي الحالي الذي فصل على قياس الطبقة السياسية الحاكمة، والأكثرية ستبقى أكثرية لمصلحة ما يسمى بحزب الله وحلفائه. لا، بدون شك يعني موضوع الهيمنة الإيرانية عبر ميليشيا حزب الله على لبنان، هذا الأمر لا يمكن لانتخابات نيابية أن تغيره. يعني نحن أمام تجربة في العراق، يعني طبعا ما يجمع لبنان والعراق أشياء مشتركة عديدة، يعني أبرزها بأنهم يعني هذين البلدين يعني يخضعان لهيمنة إيرانية مباشرة. أيضا هناك منظومة فساد تحكمت بالبلدين، ثم هناك ثورة تشرينية تجمع البلدين. ولكن في تشرين الماضي حصلت انتخابات برلمانية في العراق وفازت فيها قوى تغييرية ضد يعني جماعات الحشد الشعبي وغيرها، ولكن حتى الساعة لم تستطع هذه الانتخابات والإرادة الشعبية أن تنتج حكومة عراقية جديدة. يعني عندما اجتمع رئيس الحكومة السابق الدكتور قاسمي مع الكتل السياسية التي فازت.